بكل صراحه يعني الجمهور المغربي توافد هنايا تقريبا واحد ساعه قبل المباراه وقبل كاع، وكانوا هنا الجماهير يعني بكتابه اللي كتحيينا المنتخب، وكنشوف انا كلشي هنا محمس وكلشي باغي المنتخب يدير نتيجه ايجابيه. وبصراحه هذه بادره طيبه يعني اتخذتها المقهى الادبي لديامو انها دارت هذه التغطيه الصحفيه لهذه المقابله ديال المنتخب اللي كنتسناوها بواحد الاشواق. وبهذه المناسبه ما تفوتنيش باش نوجه الشكر للسيد رئيس الجمعيه سي عبد المجيد النوامي اللي دار هذه البادره الطيبه من خلالها اللي باش الجماهير تعبر على الراي ديالها وتعبر على الشعور ديالها تجاه المنتخب المغربي. ويحيى المنتخب ويحيى الشعب المغربي ويحيى ديامو، وشكرا سي عبد المجيد. صحه وسلامه ان شاء الله، كنتمنوا ان شاء الله الرباح المنتخب الوطني اليوم ان شاء الله لا فيكتوار جوج زيرو ولا ان شاء الله 3-0، وان شاء الله يدوزوا للدور الثاني، وعلاش لا ندوزوا كاع الدومي فينال ونديو حنا كاع لا كوب دي موند ان شاء الله باذن الله. نورمالمون كنا حنا اصلا كنت باغي نمشي لروسيا، مي ما جابش الله، كانت عندي نورمالمون فيزا باش ندفعها وما سخرش فيها الله. حنا دابا المغاربه مع بعضياتنا غنشجعوا المغرب ان شاء الله، نشجعوا هنا من هذه القهوه هذه وحنا معاهم، وان شاء الله غادي نربحوا هذا الماتش، وعندنا لا كونفيونس اون سو ان شاء الله غادي نربحوا وغادي نحققوا ان شاء الله نتيجه ايجابيه باذن الله. الحمد لله الاجواء كتبين على الفرحه وعلى الغبطه ديال الشعب المغربي بالتاهل الاقصائيات ديال كاس العالم. كنتمنوا من كل قلبنا الفوز للمنتخب المغربي في المباريات ديال الدور الاول، وباش الفرحه تعم على الشعب المغربي كامل ان شاء الله بحول الله وقوته. انتم كما كتشوفوا دابا في المقهى الناس تقريبا ساعه دابا هما كاينين هنا في المقهى كيتواجدوا كيتسناو في مباراه اليوم اللي كنتمنوا فيها ان شاء الله الفوز، وهذا الشيء اللي كنتمنوا ان شاء الله بحول الله. التخمينات ديالك انت حول المقابله؟ واش غنقول لك، التخمينات ديالنا هي شويه صعيبه، ولكن نقول واحد 2-0 المغرب. احنا بغيناها. انا جينا اليوم جيت نتفرج في المغرب لانني محيت مغربي كح، ولاننا جينا من المقابله ديال مصر، لان مصر حنا عربيين جينا نشجعوا المنتخب المصري، ودابا جينا كنتفرجوا في المنتخب الوطني، كنحاولوا المنتخب الوطني انه يحقق واحد الفوز اللي غادي يحقق اللي حقق الفوز ان شاء الله، واللي غادي يفرح المغاربه كاملين واللي غادي يفرح العرب كاملين، علاش لا. ونتمنى من المنتخب الوطني يحقق انه يحقق واحد النتيجه. ودابا جيت كنتفرج انا في القهوه ديال المقهى ديامو، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون واحد الفوز فوز 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 على المنتخب الايراني وعلى سلة والله الوطن الملك. السلام عليكم المغاربه كاملين، اليوم ان شاء الله فهو عيد مرحبا بعد عيد مبارك سعيد، عندنا جوج اعياد، عيد الفطر وعيد ديال المغاربه ان شاء الله اللي غنفرحوا ان شاء الله الشعب المغربي قاطبه من طنجه للقويره، لا المغاربه اللي داخل ارض وطن اللي خارج ارض وطن، ونتمنى ان شاء الله المغرب 3-0 ان شاء الله. تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.